زوجته الفنانة ثناء دبسي وابنته يارا صبري، ما زال يعرف باسم مالك بيك الجرابار. الفنان السوري القدير سليم صبري ممثل ومخرج سوري، ولد في مدينة دمشق عام 1939، درس في كلية الحقوق وتخرج منها عام 1959. كان له عدة تجارب في مسرح الجامعة، لتكون أول تجربة له في مسرحية بيت الدمية. ومنذ ذلك الوقت دخل الفن من أوسع أبوابه وتوالت عليه العروض، حتى وصل إلى المشاركة في الأعمال التلفزيونية، حتى أصبح بعدها أحد أهم وجوه الدراما السورية. أبدع خلال مسيرته في العديد من الأعمال، أبرزها مسلسل الخوالي الذي أدى فيه دور الحاج أبو هاشم عام 2001، وفي الفصول الأربعة تميز بدور مالك بيك الجرابار إلى جانب عدد من كبار النجوم منهم بسام كوسة، خالد تاجة، سلمى المصري وغيرهم. كما أبدع في مسلسل التغريبة الفلسطينية، أسياد المال، أشواك ناعمة، زمن البرغوث وغيرهم. وعن حياته الشخصية، تزوج من الفنانة السورية الراحلة ثناء دبسي بعد قصة حب دامت لسنوات وأنجب منها 3 أبناء، منهم الفنانة الجميلة يارا صبري والتي تقيم خارج البلاد منذ عدة سنوات. يذكر أن صبري أكد في لقاء سابق أن ظروفه المعيشية سيئة للغاية، وبأنه يعيش على راتبه التقاعدي الذي يبلغ 150 ألفا فقط، وبأنه وبالرغم من ذلك أكد استحالة رحيله خارج البلاد، مع أنه تلقى عروض سفر عدة، ولكنه لا يستطيع العيش خارج بلده سوريا. وعن نجاح مسلسل الفصول الأربعة، صرح صبري في لقاء سابق أنه لم يكن من المتوقع عند صناعه أن يحقق تلك الشهرة، ووصفه بالشغلة العربية. فما أن تم عرضه لأول مرة حتى تقوم أغلب الدول العربية بطلبه وعرضه، وبالفعل تميز هذا المسلسل ببساطته وقصصه الحقيقية التي تتعلق بكل عائلة سورية، ولذلك هو للآن أكثر المسلسلات السورية حضوراً ومتابعة. تميز بأدائه التمثيلي المتقن وقدرته على تجسيد الشخصيات المختلفة، كوميدية كانت أم درامية، كما أنه تمتع بحضور طاغي وكاريزما خاصة جعلته من أكثر الفنانين المحبوبين في الوطن العربي. وأنتم، ما هو رأيكم بالفنان السوري القدير سليم صبري؟ وما هو دوره المفضل بالنسبة لكم؟ شاركونا بالتعليقات.